عندنا المطربة المصرية سعاد محمد غنت مرة المأمون الشناوي وقالت العين ولا القلب مين السبب في الحب؟ العين ولا القلب مين السبب في الحب؟ هي بداية العين وبعد كده يبدأ نبضات القلب، لكن هو الإعجاب في الأول وفي الآخر هو في العين. هطلع لك عينيا كمان عشان أعجب. مش أنت بس، يعني مش قصدي تعجب أنت، وإنما هي العين مفتاح لكل حاجة. العين ولا القلب مين السبب في الحب؟ يا ترى الاثنين مع بعض. انا رايي ان الاثنين مع بعض، العين والقلب. يعني العين وبعدين العين بتقلب، القلب بيقبل من العين طبعا، لان طبعا لو بعض احترام لاي حد كفيف هيحب بقلبه بس، صح كده؟ انما انا وانت واي حد ربنا مديله قوه نظر كويس، الله دي حلوه، أتام حبتها هتيجي في قلب دغري وتعيش يعني، والقلب يعشق كل جميل. يا ترى بقى مين السبب في الحب، العين ولا القلب؟ العين الاول. بعد العين. يعني العين الاول. اشمعنى بقى؟ عشان يحصل الاعجاب الاول بالعين وبعدين يبدا القلب بقى يحب. العين. ليه؟ بشوف موسى بحبها، انتهى الموضوع. خلاص. القلب طبعا. القلب مش القلب بيعشق. اللي جميل. الاثنين مع بعض. ما اكذبش عليك، العين بتشوف والقلب بيحس بيها. من غير انا ممكن اشوفك بعيني وقلبي ما احسش بيك، يبقى ما فيش حب. مين بقى السبب في الحب، العين ولا القلب؟ ولا ده ولا ده اي جس. مش عارف. ولا العين ولا القلب. العقل. دي ساينتفكلي بروفن، يعني دي حقيقه علميه اصلا. سعاد محمد كانت بتشتغلنا غالبا كده. العين والله مش بنشوف حد الاول بعد كده بنحبه. نشوف. انت عينك اشتغلت ولا لسه؟ لا لسه خلص. انا جاي من الجامعه فمش طايقه نفسي. ربنا اكيد طبعا اكيد. لا العين ولا القلب؟ لا ده حاجه بتاعت ربنا. حبيتي؟ اكيد طبعا اكيد، يعني حبيت جوزي. انا شايفه الاثنين بصراحه، يعني انت في الاول اول ما بتشوف العين ارتحت له، وبعد كده بيبقى فيه مشاعر او حاجه خلاص يعني. ارتحتي؟ اكيد. اكيد اكيد يعني. صباح النور. صباح الجمال. محمود علي. صباح الخير.